وهي أفضل طباخين على مستوى العالم، شو بدك نعمل؟ إيه وأحلى طباخين. إيه بما إنه صار معه مساعدين رح يصير القصة أسهل بكتير وما رح يصير معه مشاكل أبداً. يلا قطع اللوز، أما أنا رح حرك الحليب. هات من إيدك. تمام حركهم. لا ابني خلص بكفي هيك. بكفي هيك؟ كمان شوي كمان. خلص تمام. شو هالريحة الطيبة؟ لا يسلموا ماما هنا بتدبر حالي. يسلموا كثير امي، يسلموا كثير مبينة طيبة عن جد. هيك بدنا ندوقها فورا. يلا ليك اخي خلص بدوقها انت بعدين، انا اول. لا روهان انا بالاول. عيب عليك، انا اخوك الصغير وانا بالاول. عيب عليك. من ايدك لشوف. بكفي خلص. لا 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 تعمل. لا ما حزرت. اسكتوا، هاي الاكلة مانا لا لإلك ولا حتى لإلك. امي هنا رح تاكليها لحالك يعني؟ اكيد لا، مانا لإلي. لك؟ ايه هي الاكله لبنتي السادسه. بنتك السادسه؟ ايه لبنتي السادسه غزل. امي هنا عم تحكي عن الحلوه، ما فيني اقول شي، من قلبي بتمنى الحلوه تحب هي الاكله. ليكي امي انا لازم اعترف، مبارح كيف اهتمت فيكي انا رح ضل ممنون لإلها على طول. لازم تنتهي معاناتها وعذابها بهي الحياة، لأنه من بعد هلأ أنا ما عاد رح خلي عيونها تبكي نهائياً. دعاء بنتي أنت في شي مهم بدك تحاكيني فيه؟ هذا بيكون إلك ما هي؟ لا إلي أنا؟ لا تقلي لي لا، لأنه طالعة منه ريحة العطر تبعك، لهيك ما فيك تنكري أبدا. طيب أي حدا بيقدر يستعمل هالعطر؟ شو هالشغلة العظيمة؟ شو اللي عم تحاولي تقولي؟ وهالكاسة شو في جواتها؟ طلعي جواتها منيح. شو هاد؟ مو معقولة أنت؟ شو اللي عم تحاولي تثبتي دعاء؟ كنت عارفاني ما رح تقدري تشوفي، لهيك جبتلك هاي. طلعي. الليلي شفتي هلا؟ بظن هاي البودرة من دواء المنوم تبعك، انت الوحيدة اللي بتستعملي. ويلي بيلاقوا صعوبة بالنوم بتعرفي مين هن؟ الناس الشريرة. ولما بتتمني الشر للناس شو اللي بيصير يا ترى؟ بتكون صعوبة النوم عقوبة، وانت من هدول الناس يا عمتي مو هيك؟ ولهالسبب بالذات انت ما بتقدري انك تلاقي الراحة نهائيا. اتهامك مانو مقبول. وانا رح اثبت لك. ليلة مبارح مانك متذكرة شو صار؟ بتحبي ذكرك ولا شو؟ لا تقتلي حيدر، زينات بترجاكي لا تأذي لابني حيدر. عمتي شبك؟ شو القصة؟ شوفي عمتي ليش خايفة كل هالقد؟ بس وقفي أمك يا غزل، وقفيها بس. دعاء بنتي أنا لا ما في داعي تبرري لي أبداً عمتي. قول ناز هلأ أنا رح أحكي لحيدر كل شي، هو لازم يعرف لأنه عم يصير كتير مؤامرات بهالبيت. فيكي تحكي له، بس وقت تروحي لعنده لحتى تحكي له هو رح يحقق بالقصة ويحاول يعرف شو يلي صار عن جد. ووقتها أنت من دون قصد رح تضطري تحكي كل شي بالتفصيل، خاصة هداك السر يلي ما بيعرفه.
يعني انت بدك اياه يعرف هداك السر دعاء؟ وهلا صار عندك فكرة انه ما في سر بيتخبى عطول؟ شبك ممتاز، ليش قاعدة هون؟ وليش زعلانة؟ شو القصة؟ لأن المدام هلأ لقيت مساعدين غيري، وأكيد هلأ رح أخسر شغلي كمان. مساعدين؟ حيدر ابني كتير طولت بتقطيع اللوز. أكيد ما رح أقدر طعميها هالأكلة من دون اللوز فوقها. استعجل لشوف. طيب أنا فنان، لهيك بدي وقت ليطلع الشغل معي منيح. إيه لازم قلك أمي هنا، غزل كثير رح تنبسط، يعني أشهر وأنجح رجل أعمال بالبلد حيدر أختار عم يقطع اللوز كرماله. عن جد هيك المسكينة من يوم يومها بتحلم يكون في عندها عيلة، ولا مرة حست بهالشي. هلأ واجبنا إنه ما عاد نخليها تحس بالوحدة بحياتها نهائيا. وأنا بلشت أحترمها. شايفة يا أمي، هي صار معها شي بشع كتير، بس مع هيك قدرت تهتم بحالها وحتى ما استسلمت. وفوقها هي صارت طيوبة معنا واهتمت فيكي وبكل العيلة. هي بنت قوية. ايه أنا اللي غلطت، زينات ماتت لأنه أنا كنت فهمانة الموضوع غلط. وهلأ رح تعرفي شو بيصير وقت مرة قوية تنوي تنتقم من حدا يا عمتي. كتير ضروري كمان يكون عندك علم إنه حلاوة أكلتك هي مستحيل تقدر تمحي مرارة حقيقة موت أمي. مزبوط. إيه كتير منيح. غزل؟ أمتى أجيتي؟ شبك غزل؟ ليش واقف هنيك؟ يلا فوتي فوتي. مو انتي قلتيلي بتحبي الحلو كتير؟ تعي شوفي. انتبهي. أنا نسيت إلكن، في حليب مكبوب على الأرض ومن شوي نظفنا. أنتي صار لك شي؟ صار لك شي يا حلوة؟ شو منيحة؟ إيه منيحة، لا تخافوا. غزل انتبهي مرة تانية لأنه كنتي رح توقعي، ما انتبهتي؟ وفي شغلة تانية كمان، لا عاد تطلبي من أمك تعمل لك أكل، وإلا رح أضطر سكر مكتبي وصير طباخ. أنا عكسه، مستعد صير طباخ لإلك على طول، من تحضير الشاي لكاسة الحليب، بهتم فيكي وأنا مبسوط. بس اطلبي وأنا بنفذ يا حلوة. خدي هاي أمي حطيها عندك. Thank you.